بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي طلاب الصف السادس، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هيا بنا يا أولادي نستأنف درس الحروف الناسخة إنا وأخواتها. تعالوا بنا يا أولادي، أولا إنا وأخواتها هي بالمناسبة الحروف الناسخة، هي ستة أحرف: إن وأن وليت وكأن ولعل ولكن، ومنها ما هو مكتوب أمامكم: إن وليت ولعل وكأن. إن طبعا كما تعلمون أنها تفيد التوكيد، وليت تفيد التمني، ولعل تفيد الرجاء، وكأن تفيد التشبيه. وهنا انتبه، هذه كأن وليست كان. كان هي من الأفعال الناسخة، أما كأن على الألف همزة، هي همزة وليست ألف. كأن هو حرف ناسخ يفيد التشبيه. وقلنا بأن الحروف الناسخة إن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، أي أنها تحدث تغييرا فقط على المبتدأ فتنصب، أما الخبر فيظل كما هو مرفوعا فقط، يتغير الاسم، بدل من أن نقول خبر نقول خبر إن أو خبر كأن فقط، ولكن يظل الخبر أو خبر الحروف الناسخة كما هو مرفوعا. تعالوا بنا نصل كل حرف ناسخ بالاسم والخبر المناسبين، ثم نعيد كتابة الجملة مقابل كل حرف. إن الكمأة لذيذة. إن الكمأة لذيذة. الكمأة هي اسم إن، لذيذة خبر إن. لعل المحمية واسعة، فالمحمية اسم لعل منصوبة، واسعة خبر لعل مرفوع. الجملة الثالثة: كأن الصقر سهم. كأن حرف ناسخ، الصقر اسم كأن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وسهم أو سهم هو خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه الضم. تعالوا بنا يا أولادي إلى نوع آخر من الجمل، ألا وهو عندنا في هذه الجمل هي جمل اسمية مرفوعة لا يدخل عليها شيء، لا كان وأخواتها ولا إن وأخواتها ولا شيء. مطلوب منك أن تدخل عليها أحد الحروف الناسخة ثم تحدث التغيير، أن تضبط. وانتبه يا ولدي، عند حل هذه النوعية من الأسئلة لابد أن تضبط، إن لم تضبط فكأنك لم تفعل شيئا. تعالوا الجملة الأولى: المواطنون مقدرون جهد الهيئة. المواطنون مقدرون جهد الهيئة. نقول ليت المواطنين. يسألني لما صارت مواطنين يا أستاذ، هي كانت المواطنون؟ نقول لأن ليت حينما تدخل على الجملة الإسمية فتحدث تغييرا في المبتدأ، فبدلا من أن يكون مرفوعا يصبح منصوبا، وهذا هو التغيير. فرق بين إن وأخواتها وكان وأخواتها، وسنعقد مقارنة إن شاء الله في نهاية الدرس، فتصبح ليت المواطنين. لاحظوا فقط المبتدأ هو الذي تغير من حالة الرفع المواطنون إلى حالة النصب المواطنين. أما كلمة مقدرون، الخبر ظل كما هو مرفوعا. الجملة الثانية: ذكور الضبان أكبر من إناثها. إن ذكور
بدلا من أن نقول ذكور مرفوع، فحينما أدخلنا عليها إن صارت ذكورة منصوبة. إن ذكورة الضباني أكبر، أكبر هو الخبر. وبالمناسبة يا أولادي، الخبر سواء الخبر العادي في الجملة الإسمية أو خبر الحروف الناسخة أو خبر الأفعال الناسخة، ليس بالحتمية أن يكون هو الكلمة الثالثة في الجملة كما نعتدنا، نقول إن حرف ناسخ والكلمة الثانية هي اسم إن والكلمة الثالثة هو الخبر إن. لا، الكلمة التي تأتي بعد الحروف الناسخة مباشرة هي الاسم، طبعا بدون أن يحدث لا تقديم ولا تأخير. احنا ندرس بشكل بسيط، يعني تدرس التقديم والتأخير لاحقا إن شاء الله. ولكن أما الخبر لا يشترط أن يأتي الكلمة الثالثة مباشرة، فالخبر هو الذي يتمم معنى الكلام. فمثلا عندنا إن ذكور الضباني، هل كلمة الضباني هي الخبر؟ سؤال، هل كلمة الضبان أتمت الجملة؟ هل أعطت الجملة معنى؟ أبدا. ما لها ذكور الضبان؟ أكبره، يبقى أكبر هو الخبر. يبقى الخبر هي الكلمة التي تعطيك معلومة. الجملة التالية، المخالفون لأنظمة الصيد معتدون على الحياة. حينما ندخل عليها كأن، نقول كأن المخالفين، لأنها جمع مذكر سالم، يرفع بالواو ويرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، فنقول كأن المخالفين. أما الخبر معتدون كما هو مرفوع لا يتغير. أخو محمد متعاون مع الهيئة، لعل نقول لعل أخا، لأن أخو هي من الأسماء الخمسة أو ما نسميها بالأسماء الستة، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. فهنا كانت أخو مبتدأ، فالمبتدأ مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، ولكن حينما أدخلنا عليها الحرف الناسخ لعل صارت منصوبة بالألف، لأن الأسماء الخمسة تنصب بالألف. ولاحظوا لعل أخا محمد، أين الخبر؟ متعاون. وأكرر ثانية، ليس بالحتمية أن يأتي الخبر بعد المبتدأ مباشرة، ولكن الخبر هو ما يتمم معنى الجملة. فهنا كلمة متعاون، لأننا إذا قلنا لعل أخا محمد ماله، هل الكلام اكتمل؟ هل الجملة اكتملت؟ أبدا. لعل أخا محمد متعاون، إذن كلمة متعاون هو الخبر، وهو خبر لعل. إذن يا أولادي، هنا تعالوا بنا نعقد مقارنة بسيطة بين إن وأخواتها وكان وأخواتها. بعد أن نحل هذا التدريب البسيط، عندنا أبيات شعرية نستخرج منها الحرف الناسخ. نقول إن الحقل جميل، فإن هو الحرف الناسخ، والحقل هو اسم إن وعلامة نصبه الفتحة، وجميل خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. كأن سناء، كأن سناء، سناء هو اسم كأن منصوب علامة نصبه الفتحة، مبتسم، مبتسم هو الخبر مرفوع، خبر كأن مرفوع علامة رفعه الضمة. كأن الطيرة، زنابق، الطير اسم كأن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وزنابق خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه الضم. ليت الحقل، الحقل اسم ليت منصوب علامة نصبه الفتحة، وربيع هو خبر ليت مرفوع علامة رفعه الضم. يبقى الحقل واسم ليت منصوب علامة نصبه الفتحة، وربيع هو خبر ليت مرفوع علامة رفعه الضم. إذن يا أولادي،
تعالوا بنا أيضا وركزوا على هذه النوعية من التدريبات، أن تعطى جملة اسمية وتدخل المطلوب منك أن تدخل عليها حرفا ناسخا وتغير الجملة وتضبط الجملة حسب ما هو مطلوب منك. الجملة الأولى: الصيد بالإنترنت كارثة. نقول إن الصيد كارثة. ما التغيير الذي حدث؟ أحسنتم، الصيد كانت مرفوعة، حينما أدخلنا عليها إن صارت منصوبة، إن الصيد. وانتبهوا يا أولادي أن هناك كلمات تعرب بالحركات وهناك من يعرب بالحروف. انتبهوا، ما يعرب بالحركات؟ الحركة يعني الضمة، الفتحة، الكسرة، هذه هي الحركات. فمثلا المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، فالمفرد وجمع التكسير يرفعان بالضمة ويصابان بالفتحة ويجران بالكسرة. جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. فهذه الكلمات ترفع بالحركات، وهناك ما يرفع أو يعرب بالحروف. فالأسماء الخمسة ترفع بالواو، تنصب بالألف وتجر بالياء. جمع المذكر يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. الأسماء الخمسة قلنا أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. فهذه تعامل بالحروف أو تعرب بالحروف، فالتغيير يكون في الحروف. فمثل الجملة التالية: الناشطون في حماية البيئة مسرورون. الناشطون جمع مذكر سالم، حينما أدخلنا عليها حرف الناسخ نقول لعل الناشطين، هي كانت الناشطون، كنا الناشطين. صقر الشاهين أسرع حيوانات الأرض. إن صقر التغيير حدث على الكلمة أو على المبتدأ، فصارت منصوبة بعدما كانت مرفوعة. إن صقر الشاهين أسرع، والخبر كما هو مرفوع. الغطاء النباتي عائد من جديد، كأن الغطاء، فالغطاء كانت عليها ضمة. وانتبهوا أن الإعراب بالحركات يكون على آخر حرف، على الحرف الأخير من الكلمة. كأن الغطاء عائد. عائد. إن الصيادين منهمكان، حينما نجعلها جمعا إن الصيادين منهمكون. الجملة الثالثة أو الثانية، حينما نحولها للمثنى نقول ليت المجلتين مهتمتان، وفي الجمع نقول ليت المجلات مهتمات. هنا العكس، هنا عندنا جملة فيها حرف ناسخ، المطلوب منك يا ولدي أن تحذف الحرف الناسخ وأن تعيد كتابة الجملة ثانية. فالجملة الأولى: إن الشاطئين نظيفان، احذف إن فصارت الشاطئان نظيفان، صارت مرفوعة، المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع. الجملة الثانية: لعل التلميذات، حينما نحذف لعل صارت التلميذات مهتمات بالبيئة. ليت المواطنين مدركون، احذف ليت صارت المواطنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، ومدركون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو. كأن قوانين، احذف كأن فصارت قوانين الصيد، قوانين الصيد سد يمنع المستهترين. إذن يا أولادي، في نهاية درسنا لابد أن تعلم أن عمل إن وأخواتها يختلف، أو هو عكس عمل كان وأخواتها، فكان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، أما إن وأخواتها فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، أي أن كان تحدث تغييرا على الخبر فتنصبه، أما إن فتحدث التغيير على المبتدأ فتنصبه. هذا، ونكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأتمنى يا أولادي أن تكونوا جميعا أنتم ومن تحبون بصحة وعافية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.